إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يغر الفتى بالدهر والدهر خائن ويصبح في أمن وما هو آمن، وإن أمام المرء موتا محتما فلا يغترر إن المحتم كائن. إذا الناصعات البيض لاحت بمفرق فتلك لمحتوم الفناء قرائن، ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا الهجائن. يعني كل ليلة تنصرم من عمرك هي تقربك إلى ذلك الأجل. ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا الهجائن، فتى لم تستبح إبل عمره وإن كان يلميه من القوم مازن. قبيلة بني مازن كانت معروفة ومشهورة بكثرة الأنفس وعددها في حرب واحدة، وإذا باد القوم كله. ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا الهجائن، وأي فتى لم تستبح إبل عمره وإن كان ينميه من القوم مازن. إذا سالمت لم تفن عنك سهامها، هذا في حال السلم وسهامها موجهة إليك. إذا سالمت لم تفن عنك سهامها، إذا حاربت لم تفن عنك سهامها، وإن سالمت فهي العدو المداهن. فسل الدهر عن تلك الملوك التي مضت
ألم يمصروا الأمصار؟ ألم يمدنوا المدائن؟ ألم يبنوا القصور؟ أين هم؟ فسل الدهر عن تلك الملوك التي مضت، فأين مبانيها وأين المساكن؟ إلى أن يقول: وسل عن بني الزهراء مواطن عزهم، متى أقفرت من ساكنيها مواطن ضغائن شرك أظهرتها أمية؟ وكم من علي في الصدور ضغائن، وخانوا حسينا في العهود ولا تخل ينال سبيل الرشد من هو خائن. فبات وأبناء الرسالة حوله هي معفرة في الترب منها المحايا. يا سنو، وكم حرة بعد التحجب أبرزت، وأدمعها كالمعصرات هوايا. يا تنو، أحبتنا يا أحبتنا، من للضعاين بعدكم؟ فليت فداكم يا كرام ضعايا. يا إنو، نوايا وضعنا فينا المضلون غدوة، أيجمل مسرانا وأنتم رهايا. يا إنو، خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة. تراني مأخودة يا حسين قوايا، يا وشوف الشمر بي اش سوى، ما هو صوت علمتني تلوى، اي ما هو صوت علمتني هي تلوى. يردون عنك ياخذوني، وش يمروخي ولا ليبعروني؟ انا نخيت اخوتي ولا جاوبوني، نادت ولا ستر لها الا الحياة. والشمر يركب النياقة والديو، إنسان عيني يا حسين، أملي وعيق دجماني المنضودة. ولكن الأمر لله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام:
في وصف الدنيا إنها تمر وتضر وتغور. إن الله لم يرتضها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. وإن الدنيا كركب بينما هم حلوا إذ نادى بهم سائقهم فارتحلوا. صدق مولانا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه من ضمن قطع كثيرة ونصوص عديدة وخطب عديدة لأمير المؤمنين يعري فيها الدنيا، يصف الدنيا فيكشف حقيقتها، وهو الناقد البصير والعالم الخبير بأحوالها وبأحوال أهلها وبباطنها وظاهرها. فعاد في ضمن هذين الخطين والسطرين يبين سلام الله عليه حقائق مذهلة وبشكل سريع وبشكل موجز ومختصر نحن نمر بها أيضا مرورا سريعا. قال: هذه الدنيا أولا تمر مرورا، يعني إما تمر وهو لعله الأصح بمعنى أنها من المرور، يعني تمشي وتركض، أو من المرارة، تمر يعني أنها توجب المرارة، تقول مرمرني هذا، مربرتني، أمرني. المعنى الأول هو الأوفق، لعله من حيث اللغة ومن حيث السياق أيضا. قال: تمر هذه الدنيا، تمر مرورا سريعا، كما أمير المؤمنين بيّن هذه الحقائق في عدة نصوص أخرى. قال: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار يأخذان من الإنسان، يعملان فيك، فأنت بالعكس بدل ما هما يعملان فيك أنت اعمل فيهما. إذن هذا أحد أنحاء مرور الدنيا، تمر أن هذه الدنيا تسلب الإنسان شبابه، تسلب الإنسان أيام طفولته فيتنقل من حال إلى حال، تمر. والمرور أيضا سريع ليس بطيئا، كما يقول هو سلام الله عليه في مقام آخر، يقول: ما أسرع الساعات في الأيام. اليوم 24 ساعة، شوف هذا اليوم قسمه على هاي 24 ساعة، شوف شلون هذا اليوم يمر بسرعة، هاي الساعات تنتهي. بدأ الصباح اليوم، صباح الجمعة المبارك، صليت صلاة الصبح، عقبت شوي، وإذا جاء وقت الظهر صليت، وإذا كجى العصر وجى الليل، وانتهى يوم الجمعة. ما أسرع الساعات في الأيام، وما أسرع الأيام في الأسبوع، وما أسرع الأسابيع في الشهور، وما أسرع الشهور في السنة، وما أسرع السنين في العمر. السنين هذه الوحدات الكبيرة، سنة 366 يوم أو 63 أو 65 يوم، وإذا كلها تركض ركيض. ما أسرع السنين
في عمر الإنسان. هذا يشير إلى حساسية الوقت، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يكون الإنسان يستثمر هذا الوقت، هذا العمر السريع الذي ينقضي وينتهي. إذن قال تمر، هذه الدنيا من أوصافها أنها تمر، ما تبقى، ما تثبت عندك، ما يثبت شيء، لا عمر ولا غيره، حتى الملك كل شيء ينقضي. بعد قال وتضر، هذه الدنيا مو فقط تمر، مرورها بعض الأحيان بل في كثير في أكثر الحالات يضر، والمضرة أنواع، منها مضرة دنيوية ومنها مضرة أخروية. وقد شخص ينال الاثنتين، يعني هم مضرة دنيوية وأيضا مضرة أخروية، لا يستفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالخسران المبين، لأنه خسران مضاعف، مو خسران في جهة واحدة. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا خسران. وفي واحد قد يخسر الدنيا بس ما يخسر الآخرة، وفي شخص بالعكس يخسر الآخرة لكنه شنو ما يخسر الدنيا، بمعنى من المعاني. هؤلاء هم تختلف وتتفاوت حالاتهم، لكن المضرة بعض الأحيان تحتمل كمضرة الدنيا من أجل الآخرة، وكالمضرة القليلة من أجل دفع المضرة الكبيرة، وبعض الأحيان المضرة لا تحتمل بحال من الأحوال، قلت لك كمضرة الدنيا والآخرة. إذن يقول سلام الله عليه تمر وتضر، أيضا فيها شيء ثالث يقول تغر، تمر وتضر وتغر. هذا وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يعبر عنه القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وسميت الدنيا بدار الغرور في القرآن الكريم، هذه الدنيا دار الغرور، تغر الإنسان يغتر بها. هذا الغرر الذي يصيب الإنسان لأنه ما يبصر باطن الدنيا، تقف نظرته على السطح ولا يغوص إلى العمق. إذا كان الإنسان سطحيا يكتفي بظواهر الأمور، هذا عادة يكون مغتر بالدنيا. إذن تمر وتضر وتغر. ينتقل الإمام في جملة أخرى بعد هذه المفردات الثلاث في بيان حقيقة الدنيا لبيان بعد آخر، يقول هذا البعد الآخر بمثابة الدليل، بمثابة الدليل على الدعاوى الثلاث التي قدمها سلام الله عليه. قال: إن الله لم يرتضها ثوابا أو لم يرضها ثوابا لأوليائه، يعني هذه الدنيا لا يثاب فيها أولياء الله الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيل الله، لا تكون الدنيا هي دار الثواب، لا يحصلون على جوائزهم في الحياة الدنيا، وإنما يحصلون على جوائزهم السنية في الآخرة، ولذلك لا يستفيدون بالمعنى المادي، لا يستفيدون شيئا. هذا أولياء الله. ليش؟ لأن الله لا يريد الدنيا، وما هذا إلا لتلك الخصوصيات الثلاث والخصائص والميزات التي ذكرها. يقول هذه الدنيا إذا كانت دار سريعة الزوال غير باقية، وإذا كانت تضر، وإذا كانت تغر، شلون الله يجعلها دار ثواب
لأوليائه، إن الله لم يرتضها ثوابا لأوليائه، كما أنه لم يرتضها عقابا لأعدائه. ثم يعود بدليل آخر يشبه المطلب ويشبه المعنى بالركب. هذا شلون تمر الآن ساق هذه الدعوة، يقدم الدليل على هذه الدعوة أو المثال الواضح والشاهد البين الذي يشرح الأمر والمطلب بأجلى صورة. يقول وإن في الدنيا كركب مثل القافلة. يقول هؤلاء سرعان ما نزلوا في الطريق على الماء مثلا أو على غيره، وإذا السائق يصرخ بهم يناديهم قوموا بسرعة خلنا نمشي. يقول الدنيا هكذا سرعتها، وإنا في الدنيا كركب بينما هم قد نزلوا قعدوا، وإذا ناداهم سائقهم فارتحلوا، مشوا من المحطة. شايف أنت إذا ركبت في الباص ورحت إلى المدينة أو إلى الحج مثلا، وهذا الطريق الطويل طريق طويل، لكن وقفت عند محطة حتى واحد يصلي، واحد يشرب ماء، واحد يتعشى، واحد يتغدى، واحد يستفيد من المرافق، ربع ساعة يقول لكم، نص ساعة مو أكثر، ثلث ساعة، وإذا يقول يلا بسرعة بسرعة فاتنا الوقت فيركبون. يقول هكذا حالها، تمر مرور سريع، هذا هو الشاهد. يقول كركب، إحنا في الدنيا إذن كركب، هذا كله من أجل الاتعاظ، من أجل تحصيل المعنى. وإلا أمير المؤمنين بيّن هذا الأمر أيضا بشكل آخر، يقولون تمثلت الدنيا لأمير المؤمنين في يوم من الأيام. يقولون كان أمير المؤمنين عند مسحات، صخين بتعبيرنا، مسحات في أحد حيطان يعني بساتين، فذاك يعمل في حر الشمس يعمل، فهجمت عليهم رأة جميلة، هجمت على أمير المؤمنين وهو يعمل، فقالت يا أمير المؤمنين أو يا علي أو يا أبا الحسن أتتزوجني فأغنيك عن هذه المسحات وأدلك على خزائن الأرض ولك الملك ما دمت حيا. قال لها ومن أنت؟ قالت أنا الدنيا. هذا يعني تمثلت بتعبير القرآن، فتمثل لها بشرا سويا وملك، لكن تمثل، هذا تمثل يقولون عنه بتعبير القرآن، تمثل، تمثل لها بشرا سويا. الشيطان تمثل إلى يحيى بن زكريا، الدنيا تمثلت لعلي سلام الله عليه، تمثلت لأمير المؤمنين وعرضت عليه كل هذا الأمر، تنتظر وتمر وتغر، قالت لي أعطيك كل شيء تريد، لكن أمير المؤمنين قال أنا ما أغتر بك تغر غيري. قال لها إليك عني، ما أنا وأنت، فلقد طلقتك ثلاثة، غري غيري. وهذا يتكرر منه، يا دنيا غري غيري، فما أنا والدنيا. فإذا قال لها أنا ما يمكن أن أتزوجك، بمعنى أنا لا أميل إلى هذه الدنيا التي تكون محرمة. هذا بيان من أمير المؤمنين، بيان ثاني غير البيان الأول الذي وضح فيه حقيقة الدنيا. ويستثمر أمير المؤمنين المواقف، يستثمر المواقف، مثل ما إحنا اليوم إذا فقدنا عزيز نجلس في الفاتحة
يكون نستثمر الفاتحة، نستثمرها للموعظة، نستثمرها للاستذكار، نستثمرها للتأمل، حتى نغير المواقف واللحظات المستقبلية. ولذلك أمير المؤمنين لما توفيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقف على قبرها، استثمر الموقف عدة مرات، يستثمر الموقف، يعني الموت سيكون حافز إيجابي للعمل وللاستيقاظ والانتباه من الغفلة. هذا ما كان يعمل به أمير المؤمنين. مرة يقف يقول وقف على القبر، على شفير القبر، فهاج به الأسى. وقف على القبر، الأسى هاج به، أخذ مجامع قلبه، اعتصره الحزن، فهاج به الأسى، فقال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك. يسلم على رسول الله، ها، بالأصالة عنه وبالنيابة عن فاطمة الزهراء شريكة حياته وقرينة جهاده. عني وعن ابنتك النازلة بجوارك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وجل عنها تجلدي، إلى أن قال وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. مرة هكذا ومرة يقف على القبر فيقول ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب وكيف لي بجوابكم. هذا استثمار على لسان الحال، أنا شلون أقدر أجاوب؟ أنا الآن تحت التراب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب. مرة أخرى يقف على القبر أيضا يذكر، فيقول لكل اجتماع من خليلين فرقة، انت ويا صديقك، انت ويا ولدك، انت ويا اباك، انت ويا زوجتك، انت ويا لابد تفترق. لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل حيدر على قبر النبي نادي مختار هذه الوديعة ما دريت بحالها الشصر وصيتني وصيتني وانا صبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وذيك الوديعة روعوها ولببوني وانا وحيد لا شفت لي منهم انصر. يا سيد الكون الوصية ما رعوها هجمة والدار على البتولة
شلون وإذا باللعين يتكئ على الباب فيعصر فاطمة بين الباب والحائط؟ أين المنادي وفاطمة؟ هذا وأمير المؤمنين في الدار ينظر إلى كل ما جرى. يا سيد الكون الوصي ما رعى هجم والدار على البتولة وروعوها، ظلت تدافعهم وبالباب عصروها وتكسرت الأضلاع منها وصارمة. لعاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة من كثر ترويع الرجيل صارت عليلة. أنا شحكي وشعدد من مصايبها الجليلة، كل ما شفتها الحال قلبي يشتعلنا. كل الذي جاري عليها وعيني تشوف، أنا لا جلت زنودي ولا بقلبي دخل خوف. شبيدي وأنا بقيد الوصية يا صرت مكتوب، لولا الوصية والقضاء صارت لها خبة، لولا الوصية والقضاء صارت لها علوم. خلت ببيوت المدينة يلعب البوم، خلت طير الموت ما بين المليحون، بس ما غبت الكل علينا الجسروجة. نعشها نعشها بهضم والضيم هالدنيا، نعشها يا 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 وما يوم الدهر روحي، نعشها يا يا على الشالة وبليل أظلم، على الشايا يا يا آل وبليل أظلم، نعشها يا يا ودفنها بليل حماي الحمية، ودفنها بليل حماي الحمية. هكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك، فيا للعجب ما سمع السامع فيما سمع، مجهولة القدر والقبر معه. وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، امنع عيد الظلم أن تصل إلينا. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين المسجونين في سجون الظالمين، وفرج عن جميع المظلومين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم انصر علماء الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين والإرهابيين والتكفيريين يا رب العالمين. احفظ أضرحة وقباب أئمتنا، واحفظ المؤمنين يا رب العالمين. المرحومة المبرورة اللهم تغمدها بواسع رحمتك، وأنزل عليها شآبيب رأفتك،
اللهم انقلها من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم من على ذويها بالصبر والسلوان وعندك نحتسبها يا كريم. اللهم احشرها مع الحسين وجد الحسين ووالد الحسين وأم الحسين وأخي الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم جميعا أفضل الصلوات والسلام. إلى روحها وأرواح موتاكم. قبل أن نقرأ الفاتحة أذكر أنه يوم غد المجلس إن شاء الله الساعة 4:30، وبعد ذلك تتوجهون إن شاء الله إلى الجبانة. إلى موتاكم وإلى أرواح العلماء الماضين والشهداء والصديقين وإلى روح المبرورة المرحومة نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.